ولم يمهل لوقت سراري، عجل الخسوف عليه قبل أوانه، فمحاه لجنة الأقدار. أبكيه ثم أقول له معتذرا، وفقت حين تركت ألأم داري. جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. الطفل في المهد لم تهضأ مضاجعه، مروع من لهيب النار مكمود. تلفه أمه ما بين أضلعها، وموقد النار مطلاب وغريض. فيا فجة الشام للعلياء زورتكم، وما يضيع مع العلياء ملجود. جدتم فسالت على الثورات أنفسكم، علمتم الناس في الثورات ملجود. عن الزيتون، هذا الزيتون أكبر ثروة موجودة كانت بالغوطة، لأن شجر الغوطة كله قلعوا، إن كان مشمش ولا شجر غيره. وبعدين بده يروح الزيتون، وهي الأرض صفيان بعض زيتون منها، شو المنطقة هي بتحتوي 40 دلم، صفيان منها الدلم، هذا الدلم شوي، والكفاية كله قلعوا وباعوا من القلة والحصار اللي صار على هالأمة هي. شو بدها تأكل الأمة؟ صارت تقلع شجرها وتبيعه لتغذي أولادها ودوابها.